كي يتقال على هذا الرجل، واخا نقولوا عليه نجمعوا يعني كل الكلمات ما غنوفيوش نعطيو الشهاده على نبلو، على اخلاقه، على وفائه، على عمله داخل الحكومه وخارج الحكومه. فعزاؤنا واحد لكل الاخوان والاخوات في العداله والتنميه، لانه خساره ماشي غير العداله والتنميه بل خساره للمغرب ككل. رجل وطني يعني بما تحمل هذه الكلمه من وفاء.